بقول لك يا ريهام، هو ايه اللي حصل في الشركه النهارده؟ الله، وانت عرفت منين؟ خدي بالك المشروع بتاع الشرق ده عمره ما يخلص قبل مايو. اه بس ما حدش يعرف الموضوع ده غير الاستاف. بتقولي لي انا الكلام ده؟ هو في حاجه تستخبى عليا برضو؟ في ايه بقى ان شاء الله؟ ان انت جوزي حبيبي اللي بموت فيه. ما قلتليش انت عملت كده ليه؟ بابي كلمني طلب مني ان احمد يبقى نائب مدير الفرع. لحظه واحده. الو مساء الخير، لو سمحتي انا كنت طالبه اوردر بقالي ساعه وتاخر عليا. تمام اوكي ميرسي. ايوه بس فهميني بقى، يعني انت ابوكي طلب منك انك تخلي احمد نائب مدير الفرع فجاه كده؟ هو انا ما حكيت لكش اللي حصل؟ لا ما حكيتليش. استنى احكي. احمد راح طلب ايد ناديه من بابي. بابي طلب منه مهر 15 مليون جنيه. ايه؟ 15 مليون جنيه؟ 15 مليون جنيه وابن اخوه ودراعه اليمين؟ امال انا لو كنت رحت واتجرأت وطلبت ايدك منه كان طلب مني كام؟ الحمد لله ان هي جت لغايه كده. بس ابوكي ده طلع صايع قوي. شوفي خلاه يجي هنا دبي عشان يبعد عن وش البنت. بس هي جت على دماغنا. ليه؟ وجود احمد هنا خطر، ممكن يعرف موضوع جوازنا. لا كان اللي قبله عرف. ايوه بس انت برضه ما قلتليش انت ليه عملت كده مع اشرف؟ ده انت تقريبا طردتيه. اه عشان مش هينفع اعرفه، بابي كان هيشك فيا، وقلت بعدها بقى بتفرغ لسي احمد ده. مين جاي دلوقتي؟ يا ابني انت تركيزك بقى زيرو، ما انا لسه قدامك طالبه دليفري. ماشي انا هقوم اخد شاور. ماشي وانا هفتح له. ماشي انا دفعت البليز. تمام ميرسي. يا ابني عايز ايه تاني؟ لا اله الا الله. ازيك يا ريهام؟